وفدي كسودا بارلمان كدالكا انجريس كايا شفر شقو كي مسماليلان كاسو شرك الدوان مانتا لقاتي حبنا كمدا قلها وزيردا وفدي كانوا ايهوكا من يسو قدوميها قدد ارمها دبدا اقل كوكيلة انجريس كحلبانات الاشيا كاس اسلامركا سينا ايوهيلين ايسو حلبان روشنارو علي ايا شرك الدوان وحي لقاتين وزيردا وزاردها ارمها قدها محمد كاين احمد قاشان لقى عبدقاني محمود عاتي يديقان كشكر حاتي اسماعيل باندره سيدا لقوشاق اي قرار اي تويتر كوباهيين وزاردها قاشان لقى يارمها قدها سماليلان وحي حمناهن وزيردا سماليلان يوفتق بارلمان كيوكي اي كوضها ذن سيدي اللوحو تلها حرير كودحة يا سماليلان يا انجريس كا وحكرو اي كوضا حاتو ذن حالدها قودة كتاقن سماليلان يقو وزيردا وشاقي وفتقان انجريس كاسوك اعتمي نبت قريادة سماليلان اينا تاي متكمي دا تيرارك وغو هذا يكو تاقن تاي بس لماركاسين اي فايدة ولادة هاي قودة هان بالا يلي قبل كجيس كافريكا وحيابها كلاي لبدا دناعي كوضا هذين وحالقو الشاقي الرماها الدوروشوينكا ديمقراطية دا اسبدل كعيملة دا يسكاشي او دحي يا سمالي لاني انجريسكا وعان احل دبانة دان كسوك عتمي انجريسكو ايقونا وزيرة دان وشاقين ان يكون فرع سيهين ان يسفر كوي ما دان مقالة دا هرقيسي عاسمة دا سمالي لان وفتيغان كتصعود بارلمان كا انجريسكا اي سو قاري هرقيسا ايا وحا هرئيسا قونا وقو سهر يا احل دبان قافين ويليان سان oo isagu hore u yimid Soomaaliland isla markaasina xildhibaan aad ugu dhaqdhaqaaqa sidii ay Soomaaliland aqoonsi uga helay caalamka waxayna arintan ku soo aadaysaa xilli baarlamaanka Ingiriiska uu horyaalo qabyo qoraalka xeerka aqoonsiga Soomaaliland oo ay 4 bishii July ee sanadkan 2023 ay soo gudbiyeen 10 xildhibaan oo ka mid ah xildhibaan Gavin Williamson iyadoo akhriska labaad ee xeerkaasina loo balansan yahay inay bisha November ee sanadkan mar kale la akhriyo adfitaah red Sub TV ما شاء الله سودة وادا لجانكات شركة تاليسوم محمل وحي الكود دياريسي اديق انترنت كاي فايبر اوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين واقوشي وايشا بليك تيدا انتو سو قد لنايو هذا البقم هاقر اللي ايكو استعمال سوشيال ميديا كونا داوا وراركا عياراها ايو اونلين جيميسكا هادابا محمل سوقشو قرقاقا حافيسكاقا ايو قوبتا دا شقو فضلا نقالسو حديد نمبركا قابن 121